اهلا بيكم في المطبخ ست البيت مع فالنتينا. احنا هنعمل النهارده يوم روسي. احنا عملنا مع بعض سلطات روسي كتير جدا جدا، وانتوا عارفين السلطات روسيا دايما فيها مايونيز كتيره كده، هو هما تقيل، بس لو اتحط الترابيزه اكيد مش هتفضل منها ولا اي حاجه، سلطاتنا حلوه. لكن برضو عايزه اعمل معاكم النهارده حاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم. هنبتدي الاول مع عنس الفراخ. عندي هنا عنس، تمام، واحنا هنعمل العنس يحني في الطاجن، تمام. انا هنا شايله مثلا نص كيلو من العنس فراخ. الاول هناخد احنا الطاسه هنبتدي نسخنها، تمام. عندي هنا زي ما احنا قلنا تقريبا 500 جرام من عنس فراخ. كنت انا بشيلهم كل شويه لما بجيب الفراخ، بنضفها وبشيل الكبد لوحدهم والعنس لوحدهم، فيعني شويه شويه في الاخر وصلت للكميه كويسه عشان اعمل التاجن معانا. فاهي غسلنا العنس مع بعض، ودلوقتي بنقطعهم حلقات صغيره كده اهوت، او ستريبس صغنططه رفيعه. احنا كلنا عارفين العنس بياخدوا وقت كتيره في التسويه، صح، عشان هما ناشفين شويه. فبرضو عشان كده احنا هنحط العنس النهارده في الفرن. هناخد شويه زيت، تمام، وهناخد زبده، عايزين نسيح الزبده نحليها يعني سخنه، وبعد كده هنحط فيها العنس بتاعتنا. عايزين نحمر العنس، تبقى هنخليهم لونهم ذهبي، ده اللي احنا عايزينه، تمام. غير كده في الوصفه بتاعتنا احنا هنحط الخضار. عندي بصل والجزر، فاحنا في اليحني هنحط الجزر وبصل، هنقطع جزر وبصل حلقات كده هو، مش هنقطعهم حتت صغيره عشان لما تتحط في الفرن هتسيح، يعني هتبقى عندنا عجينه مش القطعات الخضار، فده اللي احنا مش عايزينه. عايزين ناخد ناكل الخضار ساهي كده حلو، تمام. فادي الزبده بتاعتي هي تقريبا ساحت، فاحنا هنحط عنس فراخ، وكل شويه هنديهم تعليبه كده. عشان نحمرهم زي ما احنا قلنا بنقطع الجزر حلقات كده اهوت، بس مش صغيره عشان عايزين بعد ما يتحطت في الفرن نشوف الحلقات بتاعت الجزر، تمام. عندي هنا كمان بصل، برضو هناخد 2 بصله، او يعني لو البصل كبير قوي ممكن ناخد بصله ونص، لو بصل كبير قوي قوي هناخد بصله واحده، تمام. هنقطع البصل مكعبات مش صغيره قوي عشان برضو احنا هنحمر البصل وعايزين نشوفه بعد كده في الوصفه اهي. كده اهوت، واحده كمان. برضو هنسخن طاسه تانيه، وهنسخن فيها برضو الزيت، وبعد كده نزود الزبدة، يعني الطعم بتاعت الوصفة دي هتكون أحلى لو حطينا زي دهن كده، يعني احنا ممكن نستخدم في الوصفة الدهن أو ممكن زبدة عشان تدي الطعم لطيف. على فكرة يعني زي ما انتوا شفتوا أنا ما استخدمتش الزيت زبدة طول، عشان في الوصفات الأصلية في روسيا احنا عمرنا ما بنستخدمش الزيت زيتون عشان
ما عندناش اشجار الزيتون في روسيا، البلد برد، يعني ما فيش حاجه بتتزرع يعني ممكن ما تستحملش السايل الموجود عندنا. اهي بنقطع البصل، ولازم ناخد بالنا الزيت والزبده تكون سخنين. لو الطاسه مش سخنه والحاجات اللي فيها، احنا هناخد وقت كتيره جدا قبل ما الحاجات تتحمر. كده هناخد بصل وجزر هنحمرهم شويه. كده هوت عندي كمان هنا بطاطس، عايزين نقطع بطاطس عشان برضو ندخله في اليهني بتاعتنا. لكن القطعات البطاطس هيكونوا كبار شويه حتى بالنسبه للجزر، عشان خاطر برضو البطاطس لما بيفضل في الفرن في الاخر هو بيدوب، فيعني احنا مش عايزين برضو تكون عندنا العجينه، يعني احنا عايزين ناكل الخضار حلو. فاحنا هناخد البطاطس نقطعهم حلقات كده، بس هيكون قطعات بتاعت او مكعبات بتاعت البطاطس تكون كبيره شويه. تمام، وكمان واحده اهي. هنشيك على العونس بتاعتنا، هما ابتدوا يتحمروا شويه وده اللي احنا عايزينه. برضو عندي جزر وبصل هياخدوا لون جميل جدا جدا، وبعد كده هنحط المكونات على بعضها. تمام، فكده احنا عملنا البطاطس. هناخد كمان الثوم، مثلا 2 أو 3 فص من الثوم، هنقطعهم حلقات كده. يعني مثلا اوقات كتيره في الاكلات في مصر احنا بنستخدم الثوم مفروم، لكن في الحاجات اللي بنعملها في روسيا لا، احنا بنستخدم يا الفصوص ثوم صحيحه يا بنقطعه كده. يعني مثلا مامتي كانت استاذه بتعمل الاوراق فريح تحفه، فكانت بتاخد الثوم وبتقطعه كده عشان تعمل الاوراق فريح. اهي كده عملنا الثوم. تمام، برضو هنشيك على بصل وجزر، وعندي اهي هنا هوت الاوراق فريخ برضو تقريبا جاهزه. برضو عايزين احنا نبتدي نجهز في الوصفه الثانيه هنعمل شوربه، فدايما البطاطس بتاخد شويه وقت في الشوربه، فاحنا هنقطع البطاطس عشان نحطه في الميه، وبعد كده لما نطلع فاصل نرجع اللي هتكون بطاطس عندنا هيكون جاهز. اهي هنقطع البطاطس مكعبات كده هوت. تمام، فهناخد احنا الحله هنحط فيها ميه، وطبعا شويه ملح، هنحط البطاطس المكعبات، كده هو، هناخد احنا كمان ورق لورو، وممكن ناخد مثلا نص من مكعب الفريخ عشان يدي طعم لطيف للشوربه بتاعتنا، والنص التاني هنستخدمه دلوقتي في العنص فريح. اهي
هناخد الفلفل وملح بس، مش هنحتاج اي حاجة تانية في الوصفة. في الاول واحدة في العنس، ليه؟ عشان خاطر في روسيا احنا ما بنستخدمش توابل كتيرة، في الوصفات الاصلية احنا عندنا ملح وفلفل بس. اهي شوية كويسين. دلوقتي احنا هناخد طاجن، هناخد بصل وجزر، هنحط على عنص فراخ كده هوت. شكله جميل قوي. ناخد زي ما احنا قلنا مكعب فراخ برضو عشان ما يكونش الحته واحده، نحلي بودره ونحطه على الوصفه. وناخد كمان مثلا 2-3 من الورا لورو، ونحط طبعا البطاطس بتاعتنا. اهي وتوم كده هو. ندي الوصفه تقليبه. تمام. ودلوقتي ناخد المكونات كلها، هنحط المكونات في الطاجن اهي. على فكره الاكلات الروسي فيهم حاجات كتيره جدا بتتعمل في الفخار. احنا عندنا الشكل بتاع الفخار ذات نفسه برضو يعني محدود، يعني هو مختلف عن التاجين الموجود عندي. بس للاسف انا احاول اجيب الفخار الروسي مره معايا من روسيا عشان لما اجي اطبخ حاجات بتتحط في الفرن الروسي هوريكم الشكل الطاجن. هو اسمه جرشوتشيك، فاحنا بنقول بنعمل دلوقتي كورين جلودكي جرشوتشيك، لكن يعني ما عنديش الفخار الروسي، فعشان كده بنستخدم الطاجن. هنغطيه ودلوقتي هنحطه في الفرن لمدة على الأقل نص ساعة، وبعد كده هنرجع وهنعمل الوصفة تانية الشوربة الروسي إن شاء الله هتعجبكم، وانتوا هتستنوا يعني حاجة بسيطة بس عشان هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول.